حقائق غريبة. تتألف فنلندا من نحو 179,585 جزيرة. إذا صببت كمية من الكحول على عقرب سام فإنه سيصاب بهياج شديد وسيلدغ نفسه مرارا وتكرارا إلى أن يموت. قبل بضع سنوات ضربت صاعقة رعدية ملعبا لكرة القدم في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال إحدى المباريات. الغريب أن تلك الصاعقة قتلت جميع لاعبي أحد الفريقين في حين لم يصب أي لاعب من لاعبي الفريق المنافس بسوء. حقائق غريبة.